شخباتكم؟ ويدري ان ازعاج وايد جايبين اليهال اليوم يلعبون العاب. طبعا انا ماني قادر احس، وايد خايفه، مالي صدق حوار الظهر يرجع، قاعده بس متفرجه من بعيد. والنور اول مره اليوم من يبني تلعب العاب، اول مره الحمد لله ما خاف. كنت حاتي انها تخاف لان احمد وهو صغير عودناه، فكنت قاعده حاتي انها تخاف، بس الحمد لله اوكي الوضع بس. والله اول شيء ابارك حق شيماء عليه، حق رموشها، نزلت رموشها الجديده هذه هنا بطلهم. بقول لكم على خلطه عجيبه، طبعا اهلي بالبيت قالوا لي عنها، وايد وايد حلوه، واحسها كذي فيتامينات، احسها دم عجيبه. اي محل عصير اخذوا شمندر ورمان وتفاح احمر، وشنو بعد؟ شمندر ورمان وتفاح احمر وبرتقال، هذول الاربعه خلطوهم. طبعا الطعم لذيذ، وايد لذيذ، وتخيلوا ان الشمندر ايش كثر مفيد، ويعني في يعني حق الدم. طب الثلاجة حق يومين وارد اشتري مرة ثانية، شيء مينون حق المناعة، حق الدم، حق الجسم، وايد راح تحبونه. طبعا انا مو انا اللي مألفة الخلطة، على فكرة الخلطة اساسا اختي تطلبها من مطعم دايما، يعني من محل عصير. فسألتهم شنو الخلطة، فقالوا لي شي ان الخلطة هذه عبارة عن كيت. فانتوا تطلبونها من اي محل عصير يعني تحبون تتعاملوا معاه، انا احب اتعامل مع كذا محل عصير فاطلب الخلطة. او ماي جاد، فيك مع السلامة، براويكم رموشي اليوم انا مستخدمة لوف ليتر، شوفوا ولا كني حاطه شيء اصلا. يهبلون هذول اللي يصيرون النص، وايد وايد حبتهم، وايد طبيعيين ولا يعورون يأذون العين، ولا كنك حاطه شيء بس.